Hadirin yang berbahagia, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sohib Anwar Ahmad Zain, Qori Nasional. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والله
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.